المشروبات الرمضانية من ألذ الأشياء اللي ينتظرها الصائمون في جميع أنحاء العالم، ولا تخلو منها مائدة الشهر المبارك. ومع أنها موجودة طول السنة إلا أن لها مذاق خاص جدا في رمضان. استطلعنا آراء الناس عن مشروبهم المفضل وقت الإفطار، تعالوا ويانا نسمع إجاباتهم الجميلة. حمضيات. شو حمضيات تفضل؟ حمضيات الحمض. I love to drink the coffee from you Arabic coffee. أحلى شيء أحب أشرب البيمتو. أحب أشرب لبن. وقت الفطور أحب تمر. أحب أكثر شيء لبن، يعني يكون يستفيد علينا، يكون بارد ما يكون ثقيل علينا. كانت هاي أجمل ذكرياتكم، وكان رمضان ويانا أحلى. إن شاء الله أيامكم القادمة كلها حلوة مع البيان. كل عام وانتم في خير وفرح.